اروح شو وسيت المايك صار يمشوا يمشوا او شايل هذا تحب ريكوردي بيه ديروا ريكوردي ها مثلا ما خسروا وانت يا الله واش خوتي السلام عليكم يوسف جودي يحب بزاف العدسة ديال طراويد وانا وصلتني غير كيما هذيك تاع 7 ارتيزن جديده خرجت غير كيما فيها 9 ملم اعرض عدسه في العالم وبالعاني حبينا نديروا فيديو هنا باش تشوفوا شغل دوك نوري لكم عدسه هذه لا في دي تاعهم تاع 7 ارتيزن هضرنا عليها انا وياك فيها 15 ملم وهذيك 9 ملم عندنا 14 ثاني دوك نسيه معليش تما باش تشوفوا الفرق تعرفوا الفرق باينه شوفوا الفرق كيفاش راه يبان الجامع مورانا ب 9 ملم تقدر تحكموا بلانش واحده اخرى معليش دوك نديروا 5 ملي 15 ملم وتشوفوا الفرق فو 7 ارتيزن واش يديروا ما يكسروش راسهم يشوفوا شغل لو ناجح في الماركت كيما اسمهم لاوا واش عندهم هكذا كيما 9 ملم 5.6 كيف كيف اوفرتير واحده بون باينه بليك لاوا غالي اكثر بيناتهم هذاك شحال هذايا راهو 480 وتاع لاوا واقيلا 600 ولا حسا هكذا ماشي ديفيرونس كبيره شنو العدسه هذه 5.6 لوفرتير كيما ديك تاع لاوا كيما تاع لاوا هما هكذا يديروا 7 ارتيزن كي يشوفوا عدسه ناجحه في الماركت يديروا كيما هي وينقصوا السعر من الاخر ما لهاش بزاف وانا ما عنديش صوني خليتها ليوسف استعملها وقتاش حكي لنا واش درت بها عادي وخدتك ماشي استعملتها في واحد لوتيل بون انا كنت استعملت 14 ملم هذاك تاعي اوتو فوكس شغل كان كل باين كلش ان فوكس كلش ان فوكس اوتو فوكس ومن بعدها هذه درتها في انفينيتي وركبتها هي العكس نورمالمون نديرها ومن بعد ندير انفوكس في الانفينيتي ونخدم اله انا قلبتها كي قلبتها بالك قصتها ماشي بالعاني ولا ولا لي كلش يبان انا بنت لي او ان فوكس راك شايف باسكو عريضه بزاف بصح كي شفتها في تستعمل اكسترنال مونيتور ولا لا بلا اكسترنال مونيتور على بها العفسه القريبه كانت ان فوكس والعفسه البعيده كانت اوت اوف فوكس وكان هذاك لوتيل كبير بزاف هذا ان شاء الله الى ديفلوبي مع الوقت زعما داروه 2.8 ولا ما ساعدتك 5.6 لازم تخدم اسلوك 3 ودير طلع ايزو ديال نيتيف ايزو كي خدمت بها دوك الفيديوهات شحال درت السيتينغ ايزو 2005.6 اوفرتير وشاتر سبيد 1 على 100 كنت 4K 50 نشوف فؤاد نهار جاب 12 ملم سيتها في ستوديو يا اخي شغل بزاف الترا واي حاجه كبيره حسيت بها حول الناس هذاك صح وشنو الفرق بينها وبين 9 ملم و 12 و12 كاين فرق حسيت هي كل مليمتر تحصلوا في الوايده تولي زعما في عود ما تولي 3 مترات ولا 4 مترات اللور باش تحكم هذاك الشوت كومبلي تولي تربحو انت هذاك اسباس ومن داك تصور فيه عفسه لازم ما عندكش لي اسباس بزاف صعيب تنسقسيك سيرتو في الجزائر هذه دوكا 9 ملم ماشي تو وايد شغل اكستين خلاص شغل فاتت لا عندها العفايس تاعها وين تستعملها كي تحب تبين حاجه بزاف كبيره ولا كيما دوك هاد الجامع اللي راه مورانا شغل كوم كاميرا واحده اخرى لازم درنا بلانش واحده اخرى لازم درنا ولا ها باش نقدروا نحكموها كلش صح انا يبان صغير الجامع فهمتني وما انا فور ذا مومنت شكيت ما كاش عدسه مخدومه ما فيهاش فيش اي تحت 9 ملم شكيت هذا واش على هذه ما فيهاش هذه ما فيهاش زعما ما فيهاش ديستورشن بالك تكون فيها شويه مي بانت لي مليحه هذا وين نشوف اللالين تاع الجامع الا كنتو تشوفوا فيها نورمال ماي هنا تبان مورا نشوف والله معوج ولا لا بون خلينا ملك تعواج هذاك هي ماشي ديستورشن نهضروا ديستورشن هي هذيك اللي هكا باسكو هذاك تعواج اللي عباك هو حسب واش انا بحت ديستورشن كاين انواع لاك تحكي عليها يقولوا لها بارل ديستورشن شغل بيدون غير شغل معوجه هكذا الديستورشن هي تنقص بالاخر بالخطوط الخطوط المستقيمه الا كان الخط مستقيم معناتها ما كاينش ديستورشن تما لو كان عندك اختيار عندك دراهم باش تشري زوج عدسات الترا وايد وشنو هي اللي تجيب وشكون زوج زعما عندك دراهم قسم تشري زوج 14 ملم 1.4 هذيك الجديده تاع سيغما ها بصح غاليه بزاف غير دير 2000 دولار العفسه والثانيه والثانيه نجيب هذه تاع هذه هكذا هذه ولا تاع لاوا هذه ولا تاع لاوا تستعملها ويقول لك باللي تاع الفنيانين الترا وايد خاطر شغل في الكومبوزيسيون ما كاش واش دير اطار شغل يحكم كلش ساهل كلش ساهل لا كلش ساهل لا والبنادم اللي راح توري له ليماج هذيك يشوف عفسه ما يقدرش يشوفها بعينه تسمى شغل تعذبو سير كيما درون ولا عفسه شغل هكذا حاجه جديده راك فاهم على كل حال ما بالالترا وايد هكذا تاع مليمات لازم دير كومبوزيشن شابه حاجه بديهيه بصح ربما تجيك شويه صعيبه اكثر كي تولي للصح
خاطر 9 ملم راه كلش انكلودد ان ذا فريم. لازم ما تغلطش زعما كيش تنحي عفسه من الفريم ما تقدرش تدنا شويه برك تدخل لك الفريم باين. تسمى ديروا حسابكم كي تشرو عدسه الدراوات. تسمى حتى لدوكا مليحه في شاربنس سيتها با فريم ما سيتهاش مليح بصح دوك نديروا شويه تصاور وما شوف تقريبا هاد الماركات هادو ما 7 ارتيزنز وكدا فيلتروكس. خلونا نضربوا طله نشوفوا شاربنس تاع هاد اللانس. هادو تصاور درتهم بالترايبود. هي شوفوا هاد العدسه ماشي هي الحاده كاع في الدنيا نورمال لانتيك. هادي 5.6 في الوسط وهاليك اف 8 اف 11 اف 11 خلاص ما اف 11 نورمال جوز بصح تماك اللي تبدا الديفراكشن ان ماي اوبينيون. اف 22 شغل ما كان هي سويت سبوت راهو في الاف 8 وشويه اف 5.6. نروحوا للاطراف شوفوا نروحوا في الطرف رانا في 5.6. شوفوا الفرق بين 5.6 و اف 8. اف 8 هي سويت سبوت ومع ذا اف 11 شغل نورمال. اف 16 تبدا بزاف ديفراكشن. اف 22 ما كان هذه هي. هاد الماركات هادو ما 7 ارتيزنز وكدا كانوا يخدموا هاد الوقت هذيك اف 2 وكدا. كي تهبط الاف 2 تقريبا كاع هذيك تجي صعيبه باش يديروها شار. صح انا سيد هذا اف 4 ولا غير شارب يا هكذا ولا غير مليح. قلت لك الحاجه الوحيده العيانه فيه هو الفلار كي زعما تضرب من كوتي ولا دير لك واحد الفلار عيان ماشي شبه. وشنو هاد اللانس صح فريبي يخرج لكم دور. هاد اللانس تقدر تركب فيه فيدر ويتشيز حاجه بزاف مفيده. ايوا كيما دوكا حنا رانا دايرين اف 8 وشاتر سبيد انا دايرين واحد على 200. انا نطلع لك شاتر سبيد دا واحد على 200 باسكو ما نقدروش سينو ما تقدرش تيكسبوزي. هو شوف العدسه اللي يحبوها كامل شغل نهضروا في العالم ماشي في الجزائر اللي يخدموها فيها يسحقوا الله ارجع ما رياليستيت فيديوغرافرز ولا يستعملوا 12-24 هذا جي ماستر هذاك بيست هذاك واعر هذاك ماشي نورمال. ولا كاين سيجما 14-24 كيف كيف 14-24 2.8 ثاني مليح. طب ما تنساش جاي انتقال كبار هذوك جاي انتقال وما فيهمش فلتر. ما فيهمش فلتر لازم دير هذاك واش يطولوا برايم هذاك الفلتر كليبون فلتر. هذاك تيجي في السنسور. كليبون فلتر هذاك ديرو للسنسور تاعك. كي ديرو السنسور تاعك هذاك اندي بصح واش لازم تشري كل واحد وحده اندي 16 اندي 64 اكثر. وكل مره تنحي اللانس باش تنحي وتركب ولا اللي عنده افيكسيس ولا صافاش مليح. هذيك تتهنى كاع من الفينيطاش تتهنى من حوايج تتهنى من حوايج يسهل لك ماشي لازم تنقي. شوف هذوما على شركات على العموم ما يقدرش ما يعطيكش حل لكاع المشاكل تاعو ما تساعدوش. ما انت بغيت تشري هذه وتشري هذه وتشري هذه لوجيك باش يبيع هذه. المهم يعطيك الصحة كي جبت لنا شوية فوتج هذاك اللي اوتو فوكس دوك نخلصوا شوية لهنايا وباش نوريو لهم برك كيفاش داير هذا اللانس.